نبدأ الكلي في الحمل الطبيعي، عادة بتحدث أثناء الحمل تغيرات تشريحية ووظيفية، وتعتبر هي تغيرات طبيعية تخص الكلي. وتأتي يعني أهمية هالتغيرات هي من احتمالية تفسير هذه الموجودات بشكل خاطئ من قبل بعض الأطباء، حيث أنه لو وجدت بعض هذه التغيرات عند غير الحامل فقد تكون غير طبيعية. يعني المقصود أنه تحدث تغيرات أثناء الحمل ولكن تعتبر طبيعية أو فيزيولوجية بسبب حالة الحمل، أما حدوثها عند غير الحوامل فيعتبر غير طبيعي. هلأ راح نبدأ بالتفصيل. التغيرات التشريحية اللي تحدث أثناء الحمل: بيزداد طول الكلي حوالي 1 إلى 1.5 سنتيمتر، وبيزداد حجمه بمعدل 30%. الشغل المهم، بيحدث توسع هام في الطرق المفرغة مع نقص في الحركات التمعوجية للطرق البولية، يعني الحركات البيرستالتي، وبكون هذا التوسع أكثر ظهورا في الحالب الأيمن، في الجانب الأيمن. فلذلك توسع الحالب عند الحامل يعتبر طبيعي، وخصوصا إذا رؤية أو شهد توسع حالب في الجانب الأيمن، وبينجم عن سببين. السبب الأول هو السبب الهرموني، أنه البروجسترون له دور في إرخاء العضلات الملساء، وسبب ميكانيكي هو يتمثل بضغط محصول الحمل وأيضا الأوعي الحرقفي على الحالبين، وتبرز أهمية هذا العامل خصوصا مع تقدم الحمل وفي أشهر الحمل الأخيرة. وبالتالي قد تحدث ركودي بولي تصل حتى 200 مللتر من البول ضمن سبيل البولة، وتؤهب هذه الركودي بدورها لحدوث البيل الجرثومي اللا عرضي والإنتانات البولية عند الحوامل. أما هاي الثمالي البولي أو الركود البولي اللي تقدر ب 200 مللتر، هاي تعتبر غير طبيعية عند غير الحوامل. تزول عادة هذه التغيرات خلال 12 أسبوع من الولادة. هلأ هون في مثل ما كنتم شايفين بها الصورة، هاي مريضة حامل ولكن لسبب أو لآخر أجري لها تصوير كلي ضليل IVB. لاحظوا عندها استسقاء كلوي بالطرفين، الكلي مستسقي مع توسع بالحالبين، طبعا من الأفضل الابتعاد عن التعرض للإشعاعات المؤينة، طبعا مو من الأفضل، هي يعني يجب تجنبها كالأشعة السينية خلال الحمل، ويفضل اللجوء إلى وسائل تشخيصية أخرى يعني غير ما بتعرض للأشعة مثل الألتراسونوغرافي والرنين المغناطيسي إذا اضطر الأمر. ولكن بشكل عام يجب تجنب التعرض للإشعاعات المؤينة، خصوصا الصور البسيطة والتصوير الطبقي المحوري اللي بيعطوا كمية، تصوير الطبق المحوري مثلا بيعطي كمية أشعة تعادل 100 ضعف الصورة الشعاعية البسيطة. هلأ التغيرات الوظيفية التي تحدث أثناء الحمل، وهي تغيرات الهيموديناميكية الجهازية والكلوية، وأيضا تحصل تغيرات استقلالية. أولا التغيرات الهيموديناميكية الجهازية، يزداد نتاج القلب بمعدل 40-50%، وذلك بسبب اجتماع العوامل التالية: زيادة معدل ضربات القلب، وأيضا زيادة العودة الوريدة، وأيضا زيادة الستروك فوليوم أو حجم الضرب. وتصل زيادة في نتاج القلب لذروتها في الأسبوع 36 للحمل. يزداد حجم البلازما أيضا بمعدل 40-50%، وتزداد كتلة الكريات الحمر لكن بمعدل أقل من معدل زيادة البلازما، بتكون تقريبا من 20-30% فقط. أما زيادة حجم البلازما فبكون تقريبا من 40-50%، وهذا بيؤدي لحدوث فقر دم فيزيولوجي، لأنه ما ازدادت كتلة الحمر بنفس المقدار اللي ازدادت فيه حجم البلازما، وبينجم عن ذلك هذا فقر دم فيزيولوجي نتيجة الاجتماع زيادة حجم البلازما وكتلة كريات الحمر لكن بشكل غير متناسب. أيضا عند بيحصل هبوط بالخضاب، هذا اللي عم نسميه فقر دم فيزيولوجي، بيحصل الخضاب الطبيعي بيصير عند الحامل معدل طبيعي من 11-13 جرام بالديسيلتر، بينما الحد الأدنى للخضاب الطبيعي عند الإناث غير الحوامل هو بيكون من 12، أو أحيانا في بعض المراجع بتحطه من 13-15 جرام بالديسيلتر. أيضا بتحصل تغيرات بالضغط الشرياني، بشكل عام بينخفض الضغط الشرياني وخصوصا الانبساطة،
بيهبط الضغط الانقباض بمعدل 9 ملم زئبقي و17 ملم زئبقي للانبساطي، وذلك على الرغم من زيادة نتاج القلب وارتفاع تركيز بعض الهرمونات الرافعة للضغط. طبعا بيزداد تركيز الرنين والأنجيوتنسين والألدوستيرون لعدة أضعاف. طبعا ليش على الرغم من زيادة نتاج القلب زيادة الهرمونات الرافعة للضغط بيهبط عندنا الضغط؟ يعزى انخفاضه لنقص المقاومة الوعائية المحيطية المسؤولة بشكل رئيسي عن الضغط الانبساطي، وذلك يعود لزيادة أو ارتفاع عامل النمو البطاني الوعائي اللي هو الفازو اندوتيليال جروث فاكتور الفي جي اف والمواد موسعة الأوعي اللي بتخفض مقاومة الوعائية المحيطية مثل البروستا سكلين. البروستا سكلين رمزه هو البروستا جلاندين اي 2، والنتريك اوكسيد كذلك هو موسعات الأوعية، والريلاكسين والبروجسترون. ايضا بيحصل عدم تاثير الهرمونات الرافعه للضغط اللي ازداد تركيزها مثل ما حكينا اللي هي هرمونات جمله الرنين انجيوتنسين الدوستيرون على مستقبلاتها، وبالتالي الزياده اللي بتكون اللي بتحصل هاي بتكون غير فعاله او غير مهمه من الناحيه العمليه، لانه التاثير الاساسي بيكون هو هبوط المقاومه الوعائيه المحيطه. بيكون الضغط الشرياني في أخفض مستوياته بين الأسابيع 16-20 بالحمل، وبعدها بيزداد تدريجياً حتى تمام الحمل حيث يعود لقيمته السابقة قبل الحمل. هلا هذا ملخص للتغيرات الفيزيولوجية اللي بتحصل أثناء الحمل، وهي بيحصل هاي فوليوم ستيت يعني زيادة بالحجم، بيحصل زيادة في حجم الدم الكملي بمعدل 30-50%، حجم الدم قبل الحمل بيكون تقريبا 5 لتر، اما اثناء الحمل فبيرتفع ل 7.5 لتر، وبتكون الزياده بشكل اساسي على حساب البلازما اللي مثل ما ذكرنا بتزداد بمعدل 40-50%، اما كتله كريات الحمر فبتزداد تقريبا بمعدل 20-30%. الضغط الشرياني بينخفض وخصوصا الضغط الانبساطي بشكل اساسي بسبب توسع بسبب تاثير البروجسترون الموسع للاوعي، فبيحصل عندنا انخفاض بالمقاومه الوعائيه المحيطيه، بيزداد ايضا معدل ضربات القلب بحدود 20 ضربه بالدقيقه، وايضا بيزداد نتاج القلب. التغيرات الهيموديناميكية اللي بتحصل اثناء الحمل وهي انه بيزداد الجيران البلازمي الكلوي بيزداد بمعدل 50%، وايضا بينقص الضغط الجرمي الكبدي الكلوي، هذول بيحصلوا نتيجه زياده حجم البلازما، وبالتالي بيزداد معدل رشح الكبه بمقدار 50% عن الطبيعي. انتبهوا اثناء الحمل اهم شغله نعرفها انه بيزداد معدل رشح الكبه بحدود 50% عن الطبيعي، الامر الذي يؤدي الى نقص مستويات البولي والكرياتينين في الدم وغيرها من المواد الراشحة. عند الحوامل بيحصل عندنا نقص بمستويات البولي والكرياتينين بتلاقيها أخفض من النساء غير الحوامل، ومثل باقي المرضى أكثر اختبارين موثوقين لحساب تصفية الكرياتينين هو بطريقة الإينولين أو تصفية الكرياتينين. انتبهوا عادة عند الحامل بيكون مستوى كرياتينين المصل الحد الأعلى 6/10 ميلي جرام ديسيلتر، يعني ما بصير يكون أكثر من 6/10 ميلي جرام ديسيلتر. فإذا كان تركيز كرياتينين في الدم عند الحامل 1 ميلي جرام ديسيلتر فإن ذلك يدل على سوء وظيفة الكلوي. طبعا هذا الرقم عند غير الحامل يعتبر طبيعي. التغيرات الاستقلابية تعود معظم هذه التغيرات إلى زيادة معدل الرشح الكبة وزيادة حجم البلازما، وأهمها انخفاض في البولي الدموية بتصير أقل من 13 ميلي جرام ديسيلتر، بينما هي عند غير الحوامل 20-40 ميلي جرام بالديسيلتر. أيضا بيحصل عندنا انخفاض بالكرياتينين بصير أقل من 6/10 ميلي جرام ديسيلتر، بينما هو عند غير الحوامل الإناث بيكونوا من نص إلى 1.2 ميلي جرام ديسيلتر. أيضا بينخفض حمض البول ل 2.5 ل 4 ميلي جرام ديسيلتر
بينما هو أعلى عند غير الحوامل بكون تقريباً من 2.5 إلى 6 ميلي جرام بالديسلتر. أيضاً الصوديوم بصير على الحد الأدنى، يعني تقريباً بحدود 135 ميلي مكافئ باللتر. أيضاً تنخفض أوزمولية البلازما بمقدار 10 ميلي أوزمول باللتر، بينما يزداد ماء الجسم الكلي بمقدار 6 إلى 8 لتر، والصوديوم الكلي عادة بيكون بمعدل 900 ميلي مكافئ. انتبهوا، أهم شغلي من الأمور يعني اللي تنسأل نظرياً أنه بيحدث عند الحوامل قلاء تنفسي خفيف بسبب حدوث فرط التهوي مع حماض استقلابي معاض. أهم شيء أنه بيحصل عند المريضة فرط تهوي بيؤدي إلى حدوث قلاء تنفسي خفيف، ومقابله بيحدث حماض استقلابي معاوض، لأنه بسبب ضغط محصول الحمل على الحجاب الحاجز فبيؤدي لحدوث مثل شعور بضيق النفس، فبالتالي بيتسرع التنفس عند الحوامل وبيؤدي لحدوث مثل حالة فرط تهوي، وبالتالي بالنتيجة بيحصل عندنا قلاء تنفسي وخصوصا بالمراحل المتقدمة أو بالأشهر الأخيرة من الحمل. بتحدث بيلي سكرية على الرغم من انخفاض سكر الدم لأقل من 95 ميلي جرام بالديسلتر. ما تنسوا رقم سكر الدم عند الحوامل، الحد الأعلى الطبيعي هو 95 ميلي جرام بالديسلتر، فالحامل إذا كان عندها السكر 100 ميلي جرام بالديسلتر فهي لازم تستقصيها أنه يكون عندها ده سكر. الرقم الأعلى الطبيعي يعني حتى نقول عند الأشخاص الطبيعيين رقم السكر هو أقل من 126 ميلي جرام ديسلتر، عند الحوامل حتى نقول أنه عنده سكر ولا لا الرقم بيكون أعلى من 95 ميلي جرام ديسلتر، يعني الحد الأعلى الطبيعي بيكون 95 ميلي جرام ديسلتر، بينما عند النساء غير الحوامل لل 100 ميلي جرام ديسلتر، وبسبب نقص عود الامتصاص تبع السكر مثل ما ذكرنا أكثر مرة عند الحوامل بتنقص العتبي الكلوي لامتصاص الجلوكوز. أيضا مثل ما بتعرفوا عند الأشخاص الطبيعيين قلنا البيل البروتيني الطبيعي هي بتكون أقل من 150 ميلي جرام في بول 24 ساعة، أما عند الحوامل فبتحدث بيل بروتيني خفيفي تصل حتى 300 ميلي جرام بال 24 ساعة، هذا تعتبر يعني بشكل طبيعي. هلا راح نحكي عن اضطرابات الضغط الشرياني أثناء الحمل. يعرف ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل بأنه ضغط شرياني انقباضي أكثر أو يساوي 140 ملمتر زئبقي، أو ضغط شرياني انبساطي أكثر أو يساوي 90 ملمتر زئبقي. هذا مثبت على الأقل في قياسين منفصلين ومقاس بوضعية الاسترقاء الجانبي الأيسر، وذلك بهدف إزالة تأثير الضغط الرحم على الوريد الأجوف السفلي. أو الثالث، التعريف الثالث لارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل، زيادة في الضغط الشرياني بمقدار 30 ملم زئبقي أو أكثر للانقباضي و 15 ملم زئبقي للانبساطي، ولكن مع بقاء الضغط الشرياني أقل من 140 على 90 ملم زئبقي. يعني إذا كان عندنا مريضة ضغطها خارج أوقات الحمل 90 على 60 وحدث أثناء الحمل ارتفاع بالضغط، صار عندها الضغط مثلا 120 أو 130 على 90، فهذا يشير أنه هالمريضة هي مؤهبة كتير لأنه يحصل عندها ارتفاع ضغط شرياني أثناء الحمل، وتستجيب بهالحالة هي المتابعة اللصيقة لهالمريضة هي أثناء الحمل. يشاهد ارتفاع الضغط لدى 10% من الحوامل، ويعتبر السبب الثاني لوفيات الأمهات في الولايات المتحدة. يمكن تصنيف هذا الشيء المهم، تصنيفه ارتفاع الضغط أثناء الحمل لأربعة أشكال، ومن المهم جدا التفريق بينهم للمراقبة والعلاج، وهي أنه ارتفاع توتر شرياني مزمن، وعندنا ما قبل الإرجاج أو والإرجاج البري إكلامسيا وإكلامسيا، وعندنا أيضا ما قبل الإرجاج والإرجاج المضاف لارتفاع توتر شرياني مزمن. يعني بالأصل المريضة عند ارتفاع توتر شرياني مزمن وأضيف إليه إما
حالة ما قبل إرجاج أو إرجاج، أيضا عندنا ارتفاع توتر شرياني الحملة يعني هو المحرض بالحمل، راح نفصل في كل واحد فيهم. ارتفاع التوتر الشرياني المزمن، انتبهوا على التعريف لا تخربطوا بيناتهم، وأصلا هذول كذلك الأمر المفروض أنه يمروا معكم بالنسائي فتعريف دقيقة. ارتفاع التوتر الشرياني المزمن أثناء الحمل وهو عبارة عن ارتفاع توتر شرياني يعني أكثر من 40 على 90 ملم زبقي، اللي إما أن يكون موجودا قبل الحمل يعني المريضة بالأصل عندها ارتفاع توتر شرياني قبل ما يحصل لديها الحمل، أو ارتفاع ضغط شرياني شخص قبل أسبوع 20 من الحمل، لأنه هذا ما بيعتبر قبل أسبوع 20 من الحمل ما بيعتبر ارتفاع توتر شرياني الحملة أو إرجاج أو ما قبل إرجاج. حالات ارتفاع توتر شرياني اللي تكون محرضة بالحمل أو بسبب الإرجاج أو ما قبل الإرجاج هي حالات ارتفاع توتر شرياني اللي مشخصها بعد الأسبوع 20 من الحمل. فإذا كان عندنا ارتفاع ضغط شرياني قبل أسبوع 20 من الحمل فهذا يعتبر ارتفاع توتر شرياني مزمن، أو إذا المعيار الثالث إذا شخص أيضا حتى لو كان بعد الأسبوع 20 الحمل ولكن لم يتراجع بعد نهاية الحمل يعني بعد 12 أسبوع من الحمل، لأنه ارتفاع التوتر الشرياني المحرض بالحمل حتى نقول أنه محرض بالحمل أو ارتفاع التوتر الشرياني اللي بيؤدينا لإرجاج أو ما قبل الإرجاج من شروطه أنه أول شيء بيحصل بعد الأسبوع 20 من الحمل ولكن يتراجع بعد نهاية الحمل بثلاث أشهر يعني 12 أسبوع، أما إذا ما تراجع فهذا يعتبر ارتفاع توتر شرياني مزمن. فتلخيصا هو ارتفاع توتر الشرياني المزمن إما أن يكون موجود قبل الحمل أو شخص قبل الأسبوع 20 من الحمل أو شخص بعد الأسبوع 20 من الحمل ولكن لم يتراجع بعد نهاية الحمل، وهو نفسه ارتفاع توتر الشرياني الأساسي أو الثانوي عندما يصيب المرأة الحامل قبل حملها قبل أو أثناء حمل. طبعا بهالحالة هي يعامل معامل ارتفاع توتر شرياني عند غير الحوامل، يعني ضبطه بأدوية تكون هنا مخصصة للحامل بالإضافة إلى متابعة الاختلاطات القلبية والوعائي والكلوي والعين. ارتفاع توتر شرياني المزمن بشكل عام يترافق مع خطورة زائدة لنقص نمو الجنين داخل الرحم وأيضا ما قبل الإرجاج، يعني المريضة اللي بيكون عندها ارتفاع توتر شرياني هو أحد عوامل الخطورة لما قبل الإرجاج، وأيضا وفاة الجنين وانفصال المشيمي الباكر. مثل ما ذكرنا مثلا إذا كان مريضة حامل وبالأسبوع 15 من الحمل ضغطها كان 150 على 100 فهي تعتبر مريضة ارتفاع توتر شرياني مزمن. ثانيا ما قبل الإرجاج والإرجاج الإكلامسيا والبري إكلامسيا. ما قبل الإرجاج هون طبعا عندنا مصطلحين، ما قبل الإرجاج البري إكلامسيا هو ارتفاع توتر شرياني الضغط بيكون أكثر من 140 على 90 ملتر زبقي لكن حديث حدث بعد الأسبوع 20 للحمل لكن مترافق مع واحد أو أكثر مما يلي، هذا تعريف البري إكلامسيا. ارتفاع توتر شرياني الضغط أكثر من 140 على 90 ملتر زبقي حافظا بعد الأسبوع 20 من الحمل لكن بترافق مع واحد أو أكثر مما يلي، إما بيلي بروتيني أكثر من 300 ميلي جرام بول 24 ساعة أو إذا كان نسبة البروتين على الكرياتينين أكثر من 3/10 في عينة بول عشوائية، أو إذا ترافق مع كرياتين الدم أكثر يساوي 1 ميلي جرام بالديسلتر مما يشير لحدوث أذية كلوية حادة، إذا ترافق مع ارتفاع بأنزيمات الكبد وخصوصا ارتفاع بالAST صارت أكثر من 50 مثل ما بتعرفوا أنزيمات الكبد الALT والAST حد الأعلى الطبيعي تقريبا للأربعين، فإذا كان ارتفاع توتر شرياني مترافق مع ارتفاع الAST أكثر من 50 أو إذا حصل عند المريضة ألم شرسوبة أو ألم شديد بالمراق الأيمن أو إذا ترافق مع أعراض عصبية مثل صداع شديد اشتداد منعكسات وترية طرد مقوي أو اختلاجات، أيضا من المعايير اضطرابات دموية قد يحصل انحلال دم أو نقص بالصفيحات، وأيضا إذا ترافق مع نقص نمو الجنين داخل الرحم بالإيكو يعني بيكون ما بتوافق حجم الجنين مع عمر الحمل بسبب نقص تروي مشيمية، وهي مثل ما راح نلاحظ هي الآلية الإمراضية الأساسية
لما قبل الإرجاج، نقص التروي المشين. طبعا مرحلة ما قبل الإرجاج تعتبر حالة خطيرة وحالة إسعافية، وأكثر الحالات المؤدية للوفاة أثناء الحمل. هلأ الإرجاج هو نفس تعريف ما قبل الإرجاج، ولكن يضاف له حدوث نوبي اختلاجي. بالتعريف هو حدوث نوبي اختلاجي مقوي رمعي عند سيدة مصابة بما قبل الإرجاج، يعني عندها نفس معايير ما قبل الإرجاج ولكن يضاف له حدوث نوبي اختلاجي مقوي رمعي، يعني مثل الصرع الكبير، يعني بيكون نوع الاختلاج تونيك كلونيك مقوي رمعي، لكن بشرط دون أن يكون هناك سبب آخر للاختلاج. هل عوامل الخطورة للإرجاج وما قبل الإرجاج؟ هناك عدة عوامل تزيد من احتمال تطور ما قبل الإرجاج، وعلى أطباء النسائي أن يقوموا بمراقبة الحثيثي للحوامل اللواتي يملكنها، ومنها قصة سابقة لإرجاج أو ما قبل إرجاج في حمل سابق هو أهم عامل خطورة. يعني المريضة المتعرضة في حمل سابق للإرجاج أو ما قبل إرجاج هي عالية الخطورة، وهذا يعتبر أهم عامل خطورة لتطور الإرجاج أو ما قبل الإرجاج في الحمول القادم. أيضا من عوامل الخطورة البداني والحمل المتكرر والحمل العداري، يعني الرحى العدارية هي من عوامل الخطورة، والحمل الأول يعني الخروسات. أيضا الخروسات هني معرض، أصلا هو الإرجاج بسموه عادة هو مرض الخروسات، والحمل الأول والقصة العائلية سواء كانت لدى الأب ولا لدى الأم. القصة العائلية المقصود فيها أن الأم عندها سوابق إرجاج أو ما قبل إرجاج، والأب قد يتساءل أحدهم مش شلون الأب بده يكون والله هو عامل خطورة. إذا المقصود أنه إذا الأب ولد وقت اللي كانت أمه حاملة فيه ولد بحالة إرجاج أو ما قبل إرجاج، فهذا بيكون عامل خطورة. أيضا الحمول المتعددة يعني التوائم من عوامل الخطورة، وأيضا الحمل في عمر متأخر بالنسبة للأم. وأمراض أخرى موجودة لدى أم، مثل إذا بالأصل المريضة عندها ارتفاع توتر شرياني مزمن، فهذا يعتبر عامل خطورة لتطور إرجاج أو ما قبل الإرجاج. أيضا إذا كان عندها داء كلوي مزمن أو داء سكري ذوبي حمامي جهازي والمتلازمة النفروزية وأمراض مواهبة للخثر. لآلية الأمراضية راح فقط بركز لكم على شغلتين بس مهمات، واللي هي المفروض الآلية الأمراضية تندرس بالنسائي. الآلية الأمراضية لما قبل الإرجاج لا تزال غير مفهومة بدقة، لأنه لكن من الواضح وجود نقص تروي على مستوى المشيمي وأذية على مستوى بطانة الأوعي، والتي تتكون من مرحلتين. وهذا الشيء اللي بهمنا أنه اللي نعرفه بالآلية الأمراضية للإرجاج وما قبل الإرجاج، أنه نقص تروي بالمشيمي ومع أو بدون نقص أكسجي مشيمي ثانوي. يحصل نقص أكسجي على مستوى المشيمي لأنه ما بيلبي الاحتياجات، يعني بيكون هناك حاجة للأكسجين أكبر من الكمية الواصلة، أو أحياناً بسبب خلل في انزراع المشيمي على الرحم. وأيضاً آلي ثاني هي الإقفار وعود التروي، يعني هون الأذية بتحصل بآلية نقص التروي وعود التروي، فبتؤدي لحدوث متلازم التهابي لدى الأم. هذا هو المطلوب منكم بالآلية الأمراضية بس فقط لتفهموا الأمور. أما باقي الأمور المطلوبة نقص تروي مشيمي ونقص أكسجي مشيمي ثانوي والإقفار وعود التروي، هذول الآليات الأساسية. طبعا في آليات أخرى الاستجابة المناعية وغيرها، هي بتدرسوها في مكانة. التظاهرات السرية للإرجاج وما قبل الإرجاج، أول الإرجاج وهو عبارة عن نوب اختلاجي مقوي رمعي، ونادرا طبعا الإرجاج عادة أكثر شيء بيصل ما قبل الإرجاج أو بسبب مراقبة عادة ما بتوصل المريضة، ولكن من حصلت فغالبا النوب بتكون مقوي رمعي، يعني مثل اختلاجات الداء الكبير بتكون تونيك كلونيك سيجر. ارتفاع توتر شرياني طبعا هو العرض الأشع. البيلي البروتيني عادة بتكون أكثر من 300 ميلي جرام بول 24 ساعة، أو نسبة البروتين على الكرياتين أكثر من 3 بالعشرة
قطيعين دول عشوائيه. طبعا دائما يجب تحري البيل البروتيني في حال وجود ضغط شرياني مرتفع مريضه حامل. اذي كلوي حادي مثل ما ذكرنا من المعايير انه بيرتفع الكرياتينين اكثر من 1 ميلي جرام ديسلتر، مع ايضا ارتفاع بحمض البول اكثر من 5.5 ميلي جرام ديسلتر، ويعتبر مؤشر موجه بشده لحال ما قبل الارجاج. اعراض عصبيه قد تعاني المريضه من صداع وعتمات بصريه متكرره وحتى نشبه، الم شرسوفه او الم بالمرافق الايمن، او احيانا الم باسفل البطن بسبب انفصال المشيمي. قد تحصل عند المريضه ايضا بحاله الارجاج ما قبل الارجاج نقص تروي قلبي ووزن رئه حاد. هلا رح نحكي عن متلازمة هيلب، هي اللي بتحصل اثناء الحمل، وهي عباره عن اضطرابات دمويه وكبدي تحدث في الثلث الثالث للحمل ونادرا جدا خلال ايام بعد الولاده. هي عاده بتحصل بالثلث الثالث من الحمل، لكن في حالات نادره جدا قد تحصل في الايام الاولى بعد الولاده، وهي بتمثل الاحرف الاولى من كلمه هيلب. واعراضها الرئيسيه اتش اي اللي هي هيموليتيك انيميا، بيحصل فيها فقر دم انحلالي، وعندنا بعدين ال 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 إليفيتد ليفر إنزيم، ارتفاع بخمائر الكبد، بتصير الاستي أكثر من 70، وعندنا لو بليتليت نقص صفيحات، فبصير تعداد صفيحات أقل من 100,000. فهذا المصطلح هو متلازمة هيلب، هي تتألف من هيموليتيك أنيميا، فقر دم انحلالي، وإليفيتد ليفر إنزيم، ارتفاع أنزيمات الكبد مع لو بليتليت نقص صفيحات، تعداد الصفيحات بيكون أقل من 100,000، وأيضاً تترافق مع ارتفاع توتر شرياني أذي كلوي حاد. بسبب نقص الصفيحات قد تختلط بحدوث ورم دموي تحت المحفظة الكبدي، وقد تصل إلى تمزق الكبد، وبالتالي خطورة الوفاة، ويكون العلاج بإنهاء الحمل. العلاج الوحيد الشافي هو إنهاء الحمل، وتشفاها عادةً هذه المتلازمة بإنهاء الحمل. طبعا يمكن ان تحدث متلازمة هيلب مع او بدون حالة ما قبل ارجاج، اما ان تكون جزء من متلازمة ما قبل ارجاج او قد تحصل لنفسها. هلا هون هذا تصوير طبقي محوري لمريض عنده لمريضة عندها متلازمة هيلب، لاحظوا وجود ورم دموي تحت المحفظة الكبدية، لاحظوا النسيج الكبدي هو اللي باللون الرمادي، اما هذا اللي بيسار الصورة هذا التجمع دموي كثافته أعلى من كثافة النسيج الكبدي، وهذا هو عبارة عن ورم دموي تحت المحفظة الكبدي. هلأ التدبير، العلاج الوحيد والأساسي لما قبل الإرجاج أو الإرجاج هو إنهاء الحمل وولادة المشيمي في حال نضوج الجنين بعد الأسبوع 37 من الحمل، وهذا هو العلاج الأساسي. فإذا كان الجنين ناضج وعندنا حالة إرجاج ما قبل الإرجاج، فالحل الوحيد يكون هو إنهاء الحمل. ولكن في بعض الأحيان قد يحدث الإرجاج في وقت مبكر والجنين بيكون غير ناضج، فبيتحكم بتحديد وقت إنهاء الحمل عدة عوامل، أهمها هو نضج الجنين، وأيضا بشكل ثانوي حالة الأم والجنين، ولكن اللي بيحدد التدبير هو بشكل أساسي درجة نضج الجنين. فبكون احنا هون امام ثلاث خيارات، انه اما ان يكون الجنين ناضج مثل ما بتعرفوا ايمت بيحصل نضج الرئتين عند الجنين بعد اسبوع 36 من الحمل، ففي حال نضوج الجنين بعد اسبوع 37 من الحمل نقوم بانهاء الحمل وولادة المشيمي، عندها تشفى حالة ما قبل الارجاج وحالة الارجاج، لانه احنا اهم شيء هو انه ننهي الحمل ونطلع المشيمي، لانه المشكلة الاساسية والآلية المرضية كلها متركزة بالمشيمي، فبس طلعنا المشيمي بتنتهي حالة الإرجاج وما قبل الإرجاج خلال 24 ساعة. أول حالة ثانية إنه يكون عندنا جنين غير ناضج، يعني بين الأسبوع 20 ل 37 من الحمل، ويوجد حالات مرافقة. في الحالات التالية يجب إنهاء الحمل بغض النظر عن قابلية الجنين للحياة، حيث تفضل هنا حياة الأم على حياة الجنين، وهي الحالات هي تفاقم الأذي الكلوي أو الكبدي الحادي،
مثل المريضة تدخل بقصور كلوي حاد أو يحصل عندها قصور كبدي حاد في حال وجود نقص صفيحات مستمر أو ظهور أعراض عصبية أو ارتفاع توتر شرياني غير مضبوط، يعني غير مستجيب على العلاج بالأدوية، أو في حال جنين حالته سيئة، الجنين متألم ونبضه ضعيف جدا، فبهذه الحالات يجب إنهاء الحمل بغض النظر عن قابلية الجنين للحياة أو الوفاة. الحالة الثالثة هي أنه يكون عندنا جنين غير ناضج لكن الحالات السابقة غير موجودة، يعني تكون حالة مستقرة، فهون نقوم بعلاج ارتفاع الضغط بالأدوية المناسبة مع مراقبة الأمور الجنين بعناية فائقة. طبعا في بعض الحالات اللي مثلا بكون الجنين وصل لعمر 32 أو 33 أسبوع حملة، فبها الحالات هاي ممكن يعطوا ديكساميتازون لمدة 3 أيام وينتظروا نضج رئتي الجنين وولده بقوم بتوليد الأم. الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع التوتر الشرياني الإسعافي وحالة الإرجاج أثناء الحمل، طبعا مثل ما بتعرفوا هاي تدرسوها بالنسائي، سلفات المغنيزيوم هي المفضلة في حالة الإرجاج، وهي عبارة عن موسعات وعائية شديدة وتعالج الاختلاج بشكل أساسي. سلفات المغنيزيوم احنا ما بنعطيها لشان تخفيض الضغط، احنا بنعالج فيها في حالة ما قبل الإرجاج، ممكن أعطاها وقائيا للأم الحامل في حالة ما قبل الإرجاج، أما إذا حصل عند المريضة إرجاج فمباشرة يتم إعطاء سلفات المغنيسيوم لعلاج الاختلاجات. في حال لم يكن متوفرا نلجأ للدوائين التاليين، طبعا هذول بشكل أساسي لعلاج ارتفاع الضغط أو لتخفيض الضغط في حالة الإرجاج أو ما قبل الإرجاج. عندنا اللابيتالول هو حاصل لألفا وبيتا، طبعا بس أهم شيء تحفظوا الأسماء مو مطالبين بالجرعات. اللابيتالول أهم شيء تعرفوا أنه هو حاصر لألفا وبيتا، يعطى بمقدار 20 ميلي جرام وريدياً كجرعة تحميل، ثم يسرب وريدياً بمعدل 1-2 ميلي جرام بالدقيقة. وأيضاً من الأدوية اللي يعني يستخدم على نطاق واسع بحالات الإرجاج وما قبل الإرجاج هو الهيدراليزين، يعطى بجرعة 5-10 ميلي جرام كل 20-30 دقيقة، وعادة ما يعطى مع سلفات مغنيسيوم للوقاية من الاختلاج. لكن أهم دوائين هذول يستخدموا في الحالات الإسعافية في حالة الإرجاج ومن قبل الإرجاج هني الهيدراليزين واللابيتالول. العلاج الوقائي يعني المقصود فيه بالحمول القادمة قد يخفف من حدوث ما قبل الإرجاج لدى الحوامل اللواتي لديهن خطورة متوسطة أو عالية لحدوث ما قبل الإرجاج، مثل من حدث لديها ما قبل الإرجاج في الحمل السابق. فإذا مريضة حصل لديها إرجاج في الحمل السابق فتتم الوقاية بإعطاء الإسبرين 75 ميلي جرام يومياً اعتباراً من الأسبوع 12 وحتى الولادة للوقاية من حصول إرجاج في الحمل الحالي. طبعاً عادةً الإرجاج أو ما قبل الإرجاج بيحصل أثناء الحمل، لكن في حالات نادرة ممكن أن يحدث ما قبل الإرجاج حتى بعد الولادة، طبعاً نادر كثير، علماً أن الآلية لحدوثي مثل ما بتعرفوا هي نشيمي، ومجرد ولادتها من المفترض أن يزول كل ما يتعلق بما قبل الإرجاج. طبعاً كيف بيحصل عندنا إرجاج وإحنا زلنا النشيمي؟ طبعاً في حالات مذكورة هيك شيء يفسر حدوث الإرجاج أو ما قبل الإرجاج بعد ولادة النشيمي ببقاء الاضطرابات الوعائية، أو أحياناً بسبب وجود بقايا نشيمي لم تخرج أثناء الولادة، وبهالحالة هي يجب إزالة. الصنف الثالث من أصناف ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل هو ما قبل الإرجاج أو الإرجاج المضاف لارتفاع التوتر الشرياني المزمن. وبهالحالة هي يعني بالأصل المريضة بيكون عندها ارتفاع توتر شرياني مزمن وصار حصل لديها حمل ويضاف إليه حدوث إرجاج أو ما قبل إرجاج، وبالتعريف هو حدوث بيلي بروتيني بعد الأسبوع 20 من الحمل لدى مريضة لديها ارتفاع توتر شرياني مزمن. طبعاً بهالحالات هي بيكون التشخيص أصعب، خصوصاً إذا كان ارتفاع توتر شرياني مترافق بالأصل مع بيلي بروتيني،
وهون بيكون ارتفاع الضغط اكثر من 160 على 110 ملم زئبقي، هو اهم ما يوجهنا للتشخيص. بهالحاله هي عاده بيكون الانذار للجنين أسوأ. طبعا اختلاف الاراء بين مولدين واطباء الكلي حول ارقام الضغط ما بهمكم، لا تدخلوا حالكم فيه. رابعا ارتفاع التوتر الشرياني الحمله، هذا اللي بنسميه الجستيشنال هايبرتنشن، هو عبارة عن ارتفاع توتر شرياني يشخص بعد الأسبوع 20 من الحمل. ومن أهم معاييره حتى نقول عنه أنه ارتفاع توتر شرياني الحملة أنه بيحصل بعد الأسبوع 20 من الحمل، وبتعود أرقام الضغط للقيم الطبيعية خلال 12 أسبوع بعد الولادة. أما إذا ما عادت أرقام الضغط بعد 3 أشهر من انتهاء الحمل، فهذا يصنف ارتفاع توتر شرياني مزمن وليس ارتفاع توتر شرياني محرض بالحمل. طبعا فقط هو عبارة عن ارتفاع توتر شرياني يحصل بعد الأسبوع 20 من الحمل ويتراجع خلال 12 أسبوع بعد الولادة، لكن غير مترافق مع ذي البروتيني والتظاهرات الأخرى اللي ذكرناها ضمن متلازمة ما قبل الإرجاج. فقط عبارة عن ارتفاع توتر شرياني، أما إذا ترافق مع بيلي بروتيني هون كنا دخلنا بحالة ما قبل إرجاج. هلأ كيف بدنا نعالج ارتفاع توتر شرياني أثناء الحمل بغض النظر، يعني ارتفاع توتر شرياني عند مريضة حامل بغض النظر عن الحالات الإسعافية؟ هون يقصد بها الحالة هي أنه الأدوية المستخدمة لخفض الضغط الشرياني أثناء الحمل، يعني ارتفاع التوتر الشرياني المزمن والحملة وما قبل الإرجاد. وعندنا هون أدوية الخط الأول، يعني إذا عندنا مريضة حامل سواء كان حمل مزمن ولا ارتفاع التوتر الشرياني محرض بالحمل، كيف بنعالجها؟ أدوية الخط الأول هي الألفا ميتيل دوبا، وهو الأفضل والأسلم والأدوية واسعة الانتشار، ويعطى بجرعة هو جرعته 250 ميلي جرام، الحد 250 ميلي جرام، ممكن نعطي لحد 3 حبات أو 4 حبات يوميا حتى نوصل لجرعة، يعني حبتين الصبح حبتين المساء من 1200 دبة. أيضا من الأدوية طبعا نادر ما نستخدمها هي الكلونيدين والأوكسي برينولول اللابيتالول، أيضا اللابيتالول في منه حبوب عيار 200 و 100 ميلي جرام، أيضا يمكن استخدامه بحالات ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل، يعني المتابعة المزمنة وليس العلاج الإسعافي. طبعا هو في منه وريديا يستخدم في الحالات الإسعافية، أما في منه حبوب مثل عيار 100 و200 ميلي جرام يمكن استخدامها بشكل مزمن أثناء الحمل. أدوية الخط الثاني هي حاصرات ألفا مثل البرازوسين، وعندنا الهيدرازين، أيضا الهيدراليزين في منه حبوب عيار 25 ميلي جرام ممكن استخدامه لعلاج ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل، وأيضا النيفيدبين المديد، هذا من حصيلات أقنية الكالسيوم. النيفيدبين كذلك يستخدم بشكل واسع عند مريضات ارتفاع التوتر الشرياني أثناء الحمل، أيضا ممكن استخدام النيكاردبين والأملودبين. طبعا انتبهوا هون القوسين خطأ، النيكاردبين هو عبارة حاصل أقنية كالسيوم، ولكن اللي محطوط بين القوسين هو الأملودبين. الأملودبين مختلف عن النيكاردبين، حتى ما تفكروا أن النيكاردبين واسمه العلمي الأملودبين، لا، النيكاردبين دواء حاصل لأقنية الكالسيوم، والأملودبين أيضا حاصل لأقنية الكالسيوم لكن مختلف عن النيكاردبين. وهي الأدوية عادة تتم إضافتها إن لم تحقق أدوية الخط الأول الهدف المطلوب. انتبهوا المدرات لا يفضل استخدامها أثناء الحمل سواء كان في إرجاج ولا غير إرجاج، يعني مو والله تجي مريضة، تعرفوا الوذمات قد تحصل لدى الحوامل الطبيعيات حتى بدون ارتفاع توتر شرياني أو بدون حالة ما قبل الإرجاج، يعني أغلب الحوامل بيحصل عندهم وذمات بالطرفين السفليين، فبهيك حالات ما يفضل أنك تعطيها مدرات، وحتى إذا المريضة عندها ارتفاع توتر شرياني لا يفضل اللجوء للمدرات إلا في حالة خاصة جدا، مثل إذا مريضة دخلت بوزن حادي وقت ممكن نستخدمها، ولكن بشكل عام المدرات غير مفضلة وخاصة في حالات من قبل الإرجاج، لأن هدول المريضات بالأصل يكون عندهم نقص تروي نشيمي ونقص حجم داخل الأوعية، والمدرات أيضا بسبب
الاضرار اللي بتعمله بتؤدي الى نقص حجم داخل الاوعي، وبالتالي بتزيد ايضا من نقص ترميد المشيمي، فتعتبر من ادويه سي ولا يفضل اللجوء لاعطاء المضادات اثناء الحمل. الادويه هلا المهم اللي تعتبر مضاد استطباب اثناء الحمل، وذلك بسبب تاثيرها مشوه، وهني اهم الادويه استطباب بتوقع بتعرفوها، هي حصيله الخمير القلبي للانجيوتنسين، الكابتوبريل والالبريل والليزينوبريل والزاستريل، كلها هذول مضادات استطباب اثناء الحمل، ايضا حاصلات مستقبلات الانجيوتنسين 2 الارب الانجيوتنسين 2 ريسبتور بلوكر، اللوسارتان والفالسارتان والكانديسارتان والتيلميسارتان، كلها هذول مضاد استطباب اثناء الحمل بسبب تاثيرها المشوه. ايضا عندنا مضادات الرينين الاليسكيرين، طبعا هذا ما حدا بيستخدمه ولكن هو مذكور. طبعا اذا كانت المريضه عندها مريضه عندها ارتفاع توتر شيلاني مزمن وتعالج بادويه خافضه للضغط، مثلا لو فرضنا انه المريضه عندها ارتفاع ضغط شرياني من 3 سنوات او 4 سنوات وعم تتعالج مثلا بالكابتوبريل او اللوسارتيك او الفالسارتان، وبدها تحمل، مجرد ما بتحمل بدك توقف لها مركبات الاس انهبيتر وتقلبها على مركبات بيكون غير مشوهه للاجنين مثل الفامتيد دوبا والنيفيدبين والامنودبين او اللابيتالين. ممنوع تضل تستخدم مركبات الاس انهبيتر او الانجيوتنسين 2 ريسبتر بلوكر، لازم توقفها وتستمر على ادويه ثانيه غير مشوهه للاجنين. هلا الاذيه الكلويه الحاده اثناء الحمل، انتبهوا على تعريفها، وهي تعرف بانها عندما يكون رقم الكرياتينين اكثر او يساوي 1 ميلي جرام بالديسلتر، او اي ارتفاع في رقم الكرياتينين اكثر من نص ميلي جرام بالديسلتر خلال 48 ساعه. جميع الاذيات الكلويه الحاده التي تحدث خارج الحمل قد تحدث اثناء الحمل، لكن هناك اسباب شائعه بشكل خاص لدى الحوامل، واهمها نضوب الحجم او نقص الحجم، كما في حال الاقياءات الحمليه الشديده. تعرفوا مو المقصود فيها الاقياءات اللي بتحصل اثناء حاله الوحام او بدايه الحمل، هذيك اللي بتحدث اذيه كلوي حاده، هي الاقياءات الحمليه المتكرره والشديده اللي بسموها الهايبر ايميسيز جرافيداريوم، يعني الاقياءات الحمليه المعنده، والنزوف التالي للولاده مثل نزف العطاله الرحمي، انفصال المشيمي الباكر ومتلازمة فرط التحريض المبيضه، الاوفاريوم هايبر ستيميوليشن سيندروم. ايضا قد تحصل الاذيه الكلوي الحاده بسبب الانتانات مثل الاجهاضات النتني والتهاب الحويضه والكلي، وايضا بسبب انسداد الطرق البوليه بمحصول الحمل، اعتلال الاوعيه الدقيقه الخثره مثل ما بتعرفوا المتلازمه الانحلاليه اليورامائيه، متلازمه فورفوريت نقص الصفيحات الخثري تي تي بي، الكبد المتشحم الحاد للحمله، وحاله ما قبل الارجاج، وايضا حاله النخر القشري. هلا راح نحكي عن متلازم فرط التحريض المبيضه والهايبرموزولا بالاو اتش اس اس، بسموها اوفاريان هايبر ستيميوليشن سيندروم. هي المتلازمه عباره تحصل بسبب استجابه مبالغ فيها للعلاج بالتحريض المبيضي بسبب الـ HCG. وين بتحصل؟ عادة بتحصل عند بعض السيدات اللواتي لا يحدث لديهن حمل، فيلجأن إلى تحريض الإباضة بجرعات عالية من الـ HCG. يعني مريضات بكون عندهم يعني عم يشكل من عقم وما بيحصل عندهم حمل، فبيعطوهم محرضات الإباضة العادية ما بيستجيبن عليها مثل الكلوميفين والمركبات هاي، فأحيانا بيعطون حقن من تحوي على HCG فبتؤدي لتحريض مبيض شديد، بيتحرض المبيض بشدة فبيؤدي لحدوث ضخامة في المبيضين نتيجة تشكل كيسات كبير الحجم. بيحصل بهالحالة هاي بالمتلازمة هاي زيادة بالنفوذ الوعائي واحتباس للسوائل، ويعتقد أن العلاقة ما بين الـ HCG وحدوث المتلازمة ناجم عن زيادة الإفراز المبيضة لعوامل فعالة وعائياً مثل الإندوثيلين 1 والـ TNF-alpha والسيتوكينات والعامل
البازو انديثيليال جروث فاكتور، العامل البيطان، عامل النمو البيطاني الوعائي، وهذول العوامل اللي بيؤدوا لزياده النفوذ الوعائي وخروج السوائل من الكيسات، وحتى قد تؤدي لحدوث تمزق بالكيسات وحدوث الحبل. وهي صوره بالالتراسونوغرافي لمريضه مصابه بمتلازمة فرط تحريض المبيضه. لاحظوا المبيض كبير الحجم ويحوي على كيسات كبيره، هي ناجمه عن تحريض مبيض بشده. آلية إحداث متلازمة فرط تحريض المبيض الأذي الكلوي الحادي، إما أن تكون بسبب آلية ما قبل كلوية، مثل ما ذكرنا بيحصل زيادة بالنفوذ الوعائي، وبالتالي قد يحصل عند المريضة احتباس بالسوائل داخل الكيسات، أو حتى قد يحصل حبل، فبتحصل بسبب انزياح السوائل للحيز الثالث، وبالتالي حدوث نقص في حجم الدوران الفعال، أو بأسباب ما بعد كلوية، أسباب هون انسدادية. إذا تضخموا المبيضين وكبروا كتير فبيضغطوا على الحالبين، فهم بيؤدون إلى حدوث مثل استسقاء كلوي، وهذه الحالة هي تعالج بتركيب قطرة حالبية والدبل جي. أو قد تحدث بسبب متلازمة الحجرات البطنية لآلية سالتي، هوني هي المتلازمة، متلازمة الحجرات البطنية بسموها الدومينال كومبارتمنت سيندروم، هي تحدث نتيجة حبل مفاجئ، تشكل حبل مفاجئ داخل البطن، مما يسبب ارتفاع مفاجئ للضغط داخل البطن، فبتؤدي لانخماص بالأوردي، ومن ثم الضغط على الشرايين المغذية للأعضاء ومنها الكلي، وقد يحصل شح بول في حال ارتفاع الضغط ضمن البطن أكثر من 10 ملم زبقي، أو قد تصل المرحلة انقطاع البول في حال ارتفاع الضغط ضمن البطن أكثر من 30 ملم زبقي. عادة الضغط ضمن البطن يعادل الصفر أو 1 ملم زبقة، أما في حال ارتفاع الضغط داخل البطن بشكل مفاجئ ل 10 ملم زبقة، قد يحصل عند المريض شح بول، أو إذا وصل أكثر من 30 ملم زبقة فقد يحصل انقطاع بالبول. عادة يقاس الضغط داخل البطن عبر قسطرة بولية توضع بالمثاني، ويتم عن طريقة قياس الضغط داخل البطن. تدبير متلازمة فرط تحريض المبيضة، بيتم التدبير بإنقاص الضغط داخل البطن بالبذل المتكرر للحبل حتى تتراجع الحال. وتعد متلازمة فرط تحريض المبيضة عادة يعني سيلف ليميتد محدد لنفسها، بتشفى عفويا عادة خلال 20 يوم عند الحامل. قد يفيد إعطاء الألبومين في الوقاية من حدوث هذه المتلازمة عبر زيادة الضغط الغرواني المصورة والارتباط بالمواد الفعالة الوعائية. هلا من أسباب الأذي الكلوي الحادي النخر القشري الكلوي، مثل ما بتعرفوا الكبب الكلوية هي العنصر النبيل في الكلي والتي لا تتجدد في حال أذيتها، وعادة توجد الكبب الكلوية في القشر الكلوي، ففي حال حدوث نخر في قشر الكلي فانه بيصيب الكبب الكلويه وعاده يكون غير قابل للتراجع. يحدث النخر القشري بشكل شائع لدى الحوامل، وهي حاله تحدث خاصه في حال كان سبب الاذي الكلوي الحادي هو الاجهاض الانتاني، الاجهاضات الانتاني، او حاله ما قبل الارجاج، او النزوف ما قبل الوضع، يعني النزوف ما قبل الولاده. طبعا قد يكون لغياب فعالية الآليات الوقائية مثل البروستاغلاندين والرينين أنجيوتنسين دور في ذلك، مثل ما ذكرنا أثناء الحمل بيرتفع تركيز الرينين والأنجيوتنسين والألدستيرون إلا أنها تكون غير فعالة، وانخفاض، فمثلا في حال المريضة حصل عندها نزف وانخفض الضغط يؤدي تفعيل العوامل السابقة بشكل أكبر لتعاود نقص الحجم، لكن بسبب اضطراب هذه الآليات في الحمل فأن زيادة تفعيلها سيفاقم نقص الإرواء الكلوي نتيجة لغياب آليات المعوضة. طبعا حالة النخر القشري الكلوي الحاد هي حالة خطيرة، لأنه مثل ما ذكرنا بتؤدي إلى تنخر الكبيبات، وبالتالي قد تتطور إلى حدوث الداء الكلوي الانتهائي الاندستيج رينال ديسيز، ووقتها بيحتاج المريض لتحال الدم. الأذي الكلوي الحادي بعد الكلوية، يعني المقصود فيها
اعتلال الكلي الانسدادي لها نفس الأسباب عند عامة الناس، قد يكون بسبب ضغط محصول الحمل على الحالبين فممكن تؤدي لحدوث استرخاء بالكليتين، وعادة بتحسن وضعية الاسترخاء الجانبي الأيسر لأنه هاي الوضعية بتزيل ضغط الرحم الحامل عن الحالبين. أيضا من أسباب الأذية الكلوي الحادة أثناء الحمل هو اعتلال الأوعية الدقيقة الخثرة، وله نوعين رئيسيين المترازمين الانحلالي النيورامائي الـ HUS. عادة المترازم الانحلالي النيورامائي بتحدث بعد الولادة وقد تتحرض بالإنتانات أو مثل إنتان باطن الرحم أو الجهاضات النتني أو بعض الأدوية مثل السيكلوسبورين. وعندنا النوع الثاني هو فرفرية نقص الصفحات الخاترية الـ TTP. قد تحدث الـ TTP في أي وقت من الحمل أثناءه أو بعده مباشرة، وعادة الآلية الإمراضية والأعراض والعلاج مشابهة لما هو عند بقية المرضى، درسناها بالتهابات الكبد والكلي بآلية غير مناعي. هلأ الشيء المهم اللي ممكن يحصل عند الحوامل هو الكبد المتشحم الحملة الحاد بسموه acute fatty liver of pregnancy. هاي حالة تحدث مع الحمل، هي حالة نادرة جداً، وهو عبارة عن قصور كبدي حاد مترقي يحدث في الثالث من الحمل، وهو حالة نادرة جدا. بينتج بشكل أساسي عن خلل في أكسجة الحموض الدسمي في المتقدرات بسبب طفرة في نزعة الهيدروجين الكبدي، وهي نزعة الهيدروجين الكبدي إلى اسم طويل جدا اسمه لونج تشين هيدروكسيل كوانزيم أ دي هيدروجينات. انتم بغنى عنها لكن احفظوها نزعة الهيدروجين الكبدي، وحتى طبعا يحدث حصريا لدى الحوامل لانه اصلا هو من اسمه تشحم الكبد الحمله الحاد، يعني المقصود فيه ما بيحصل الا اثناء الحوامل. مو بكره بالسؤال يقول لك يحصل عند النساء الطبيعيات او يحصل عند النساء غير الحوامل، هذا ما بيحصل الا اثناء الحمل. بيتظهر بقصور كبدي حاد بكل مظاهره مثل قصور الكبد الحاد، عاده بترافق بارتفاع البيلوروبين والانزيمات الكبد، فقر دم ونقص صفيحات، نقص سكر الدم ونقص الفيبروجين وعامل التخثر، وبيطول زمن البيتي والبيتيتي. ايضا بترافق مع اذيه كلويه حاده. العلاج في حاله تشحم الكبد الحمله الحاد، العلاج بيكون اسعافيه بانهاء الحمل. انهاء الحمل يؤدي لزوال جميع المظاهر السابقه. هلا ننتقل لنتحدث عن البيل البروتيني اثناء الحمل. تعرف البيل البروتيني المرضي اثناء الحمل بان بيلي بروتيني اكثر من 300 ميلي جرام بال 24 ساعه، او نسبه البروتين على الكرياتينين اكثر من 3 بالعشرة في عين عشوائي. او البيل البروتيني المرضي اثناء الحمل تصنف ضمن احدى الحالات التالي، اما في سياق ما قبل ارجاد وهي بتزول بعد الحمل وقلما تصل الى يعني النفروز، ولا تستطب الخزعه الا في حال يعني لا تستطب الخزعه الكلوي الا في حال استمراره لاكثر من 12 شهر، او تكون بيلي بروتيني في سياق التهاب كبد كلي ذو حديد حصل اثناء الحمل، وعاده ما بيحصل قبل اسبوع 20 من الحمل، وغالبا بيكون سببه الذوبه الحماميه الجهازي، وقد نحتاج للخزعه حسب حاله المريضه. إذا كانت حالة ذوب حمومي جهازي فنحتاج للخزعة لتحديد نمط التهاب الكبد الكلي مثل ما تذكروا بالذوب الحمومي الجهازي، مثل ما قلنا في 5 أو 6 أنواع للتهاب الكبد الكلي وأخطره هو النمط الرابع، لازم نعرف نوع التهاب الكبد الكلي عند المريضة الحالة. حتى تميز عن ما قبل الإرجاد بقياس المتممي، حيث تكون المتممي منخفضة في هذه الحالة، يعني المريضة اللي تكون عندها ذوب حمامي جهازي وحصل عندها التهاب كبد وكلي أثناء الحمل بينخفض عندها مستوى المتممي، أما بحالة ما قبل الإرجاد يكون مستوى المتممي طبيعي. أيضا إذا وجدنا كريات حمر واسطوانات كريات حمر فنتوجه بالتشخيص إلى المرض الكبدي، يعني التهاب كبد وكلي. البيل البروتيني الحملي وهي عبارة عن بيل بروتيني غير نفروزية، يعني
تكون اقل من 30 جرام وتكون معزوله غير مترافقه مع ارتفاع ضغط ولا قصور كلوي وبدون وجود اي اعراض اخرى خارج كلوي، وعاده ما تزول خلال 3 اشهر بعد الولاده. ايضا من اسباب بيليبروتينين المرضي اثناء الحمل، بيليبروتينين مزمنه هي بتكون موجوده قبل بدء الحمل، فبكون السبب غالبا بسبب مرض كبه او سبب معروف مثل قصور القلب الاحتقاني. هلا استطبابات اجراء الخزع الكلوي لدى الحوامل، اما بيلي بروتيني نفروزي او قصور كلوي حاد غير مفسر قبل الاسبوع 24 من الحمل، وذلك لاننا قد نحتاج لاعطاء هؤلاء المريضات علاجات مثبطه للمناعه، او أذي كلوي حادي قبل الأسبوع 32 من الحمل مع توقع الحاجة لإعطاء مثبطات مناعة أو تبديل البلازما كما في حال مريضات الذوبي والتهابات الأوعي. بهالحالة هي نحتاج للعلاج بسرعة، لأنه مثل ما تعرفوا أنه التهابات الأوعية الذوبي الحمومي الجهازي عادة تترافق مع التهاب الكبد الكلي مترقي بسرعة، فبالتالي لازم تعرف نوع التهاب الكبد الكلي حتى تتدخل اما باعطاء مثبطات مناعه او اجراء تبديل البلازما، او ايضا من استطبابات اجراء خزع الكلي اثناء الحمل هذه كلوي حاده غير مفسره لدى مريضات زرع الكلي وذلك لنفي الرفض الحاد. عاده تجرى خزع الكلي بوضعيه الجلوس لدى الحوامل بالاشهر الاولى، قد يتم اجراء الخزعه بوضعيه الاسترخاء، ولكن مع تقدم عمر الحمل يتم إجراء خزع الكلي بوضعية الجلوس. راح نمر بشكل سريع على الحمل وبعض الحالات الكلوية، ومنها الحمل لمدى مريضات الداء الكلوي المزمن. في أغلب الأحيان لا تتمكن مريضات الداء الكلوي المزمن، يعني المريضات اللي بيكون عندهم قصور كلوي مزمن ما بتمكن من الحمل، وذلك بسبب حدوث اضطرابات هرمونية ناجمة عن القصور الكلوي، لكن قد يحصل حمل وعندها قد يختلط بما يلي. إذا حصل حمل عند مريضة عندها قصور كلوي مزمن، قد يحصل لديها تدهور سريع بالوظيفة الكلوية، وذلك بغض النظر عن سبب الداء الكلوي المزمن، أو قد يحصل لديها ارتفاع توتر شرياني أو ما قبل إرجاج، وقد يترافق مع ولادة مبكرة أو تتفاقم البيلي البروتيني، وقد تظهر اختلاطات لدى الجنين، وقد يحدث الخداج أو الولادة المبكرة بنسبة 40-70% من الحالات مع نقص نمو الجنين داخل الرحم. طبعا لا يعد القصور الكلوي المزمن استطبابا لإنهاء الحمل، لانه راح نشوف هلا انه حتى المريضات اللي بيكون عندها تحاليل دمويه ممكن يحصل لديهم حمل وبتابع الحملين، لكن بشرط اجراء تحاليل دمويه تقريبا يوميا. الذوبي الحمامي الجهازي، طبعا تعتبر الذوبي الحمامي الجهازي هي مرض الشابات، عاده تحصل باعمار تقريبا بين 20 ل 40 سنه، يعني من الناحيه الانجابيه بتكون مهمه، ولكن الحمل بيحمل خطورة عالية لدى مريضات الذوبي الحمامي الجهازي، لأنه عادة الذوبي الحمامي الجهازي قد تحدث هجمات من الذوبي أثناء الحمل، يعني بتكون محرضة لهجمات الذوبي، ولذلك قد يحصل ما قبل إرجاج أو الهجمات الذؤبية، تحصل عندها هجمة ذؤبية لدى نصف المريضات أثناء الحمل، وخاصة في النمط المنمي الغشائي المنتشر، يعني المريضات اللي بيكون عندهم النمط الرابع من التهابات الذوبي الكلي في الذوب الحمامي الجهازي، وايضا تزداد حدوث تظاهرات خطيره خارج الكلوي للذوب الحمامي مثل التهاب الدماغ والتهاب التامور والتهاب الاوعي المساريكي. لكن كل هذا لا يمنع من الحمل في شروط خاصه. هلا شروط الحمل لدى مريضات الذوبي، يعني اذا مريضه عندها ذوب حمامي جهازي وبدها تحمل، فلا يسمح لمريضات الذوبي بالحمل الا بعد تحقق كل الشروط التالي: أولا مرور 6 أشهر على الهدوء سريا ومخبريا وبأقل جرعة ممكنة، يعني بجرعة أقل من 10 ميلي جرام في اليوم من البريدنيزولون، مع ضغط شرياني بيكون مضبوط ويكون السي آر بي طبيعي، والبيلي البروتيني أقل من 500 ميلي جرام، مو بالديسلتر، البيلي البروتيني أقل من 500 ميلي جرام في بول 24 ساعة، والكرياتينين يكون أقل من 1.5 ميلي جرام بالديسلتر. إذا كانت المريضة عندها
التهاب كلي، يعني مريض يبدأ بحمومية جهازي وعم تتعالج لالتهاب كبد كلي من نمط منمي الغشائي، وعم تاخذ دواء الميكو فينولات موفتيل اسمه هو سيليسيب، اسمه تجاره سيليسيب. هذا يجب ايقافه قبل 12 اسبوع من بدء الحمل، ويعطى الازاتيوبرين او الاميوران بدلا عنه، او تعطى مثبطات الكالسيومورين مثل السيكلوسبورين والتاكروليماس. يعني توضع المريضات على ادويه اقوى ولكنها لا تؤثر على الحمل. لكن بشكل عام هذا الدواء الميكو فينولات الموفتيل هذا مشوه الأجنبي ويجب ايقافه اثناء الحمل. هلا التشخيص والعلاج اثناء الحمل. في حال حدوث المرض اثناء الحمل يستطب اجراء خزعه. يعني اذا مريضه كانت حامل شكينا انه عندها ذؤبه حمامي جهازي اثناء الحمل، يجب اجراء خزعه كلويه لتاكيد وتحديد نمط التهاب الكبد والكلى. في حال تم تشخيص النمط المنمي الغشائي الموضع او المنتشر الممبرينو بروليفيريتيف جلومينوفراتيس، او النمط الغشائي الممبرانوس جلومينوفراتيس، يمكن بدء العلاج بالسيكلوسبورين والازاتوبيرين او التاكروليماس والبرنيزولون، بينما يعتبر الميكو فينيلات موفيتيل مضاد السكري. النتائج عادة بتكون جيدة لدى الأجني مع نسبة بقية حوالي 75%. أهم شيء عند مريضات الذئبة الحمامية الجهازية أنه يمكن أن تعبر الضوء اللي محرضة بالذئبة، تعبر المشيمة وتؤدي لأمراض ذئبية عابرة عند الوريد. يمكن يعني يولد الطفل عنده ذئبة خلقية نسميها، وعادة ما تكون عابرة، لكن الأخطر هو وجود الضاد الـ SSA والـ SSB. مثل ما بتعرفوا عند مريضات الذئبة الحمامية الجهازية عندنا أنواع من الضاد، اللي هي الضاد النوع الأنتي نيوكلير أنتي بادي والأنتي دبل ستراند أنتي بادي، وعندنا الأضداد يسموها أنتي آر أو وأنتي إل أي، ونفسهم هذول الأنتي آر أو بسموه SSA والأنتي ال اي بسموه الاس اس بي. اخطرهم هو عند الحامل هو الاضداد الانتي ار او اللي بسموه الاس اس اي. فهي اذا كانت موجوده عند المريضه الحامل نتوقع انه هي بتعبر الاضداد المشيمي وبتؤدي لحدوث حصار قلب خلقي عند الوليد. فلذلك يجب مراقبه هي الاضداد بشكل لصيق اثناء الحمل. ففي حال كانت ايجابيه فبدنا نتحراها حتى ما يحصل يسموه congenital heart blood، قصور حصار قلب خلقي عند الوليد. وفي حال حدوثه أيضا يعالج حتى لو كان حصار قلب خلقي عند الوليد. ففي حال ولد الطفل وكانت عند الأم هاي الأضداد anti RO أو SSA كانت إيجابية، ولد الوليد بحصار قلب خلقي، سابقا كانوا يعالجوا بالكورتيزون، ولكن حاليا يمكن اعطاء الهيدروكسي يوريا، ووجد انه فعال في علاج حاله حصار قلب خلقي عند الوليد. ايضا قد تحدث متلازمه الضغط الفوسفوليبيد بالترافق مع الذئبه الحماميه الجهازيه او بشكل مستقل، وعاده متلازمه الضغط الفوسفوليبيد إذا حصلت عند الحامل تعالج عادة بجرعات منخفضة من الإسبرين، يعني بحدود 75 ل 100 ميلي جرام في اليوم، والهبارين أثناء الحمل. الداء الكلوي متعدد الكيسات، الداء الكلي عديد الكيسات، إن شاء الله راح ندرسها في المحاضرة الأخيرة الأسبوع القادم. بترافق لدى الحامل مع زيادة حدوث البيل الجرثومي اللاعرضي وشدة الإنتانات البولية وزيادة حجم وعدد كيسات الكبدي بسبب الاستروجين. هذول مرضى الداء عديد الكيسات، مرضى الكلي عديد الكيسات، تؤلم نوعين نمطين، نمط قاهر ونمط مقهور. فبيترافقوا احيانا مع وجود كيسات ضمن الكبد بسبب الاستروجين اللي بيكون، وارتفاع الاستروجين اثناء الحمل ممكن يزداد حجم وعدد الكيسات الكبدي عند هؤلاء المرضى. ايضا متلازمة جيتلمان وبارتر من المتلازمات الخلقية، راح نحكي عنها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. فعند مريضات الحوامل تزداد الحاجة للبوتاسيوم والمغنيزيوم، وبالتالي يجب تعويضهم بالكمية المناسب. هلأ الحمل لدى المريضات الموضوعات على التحاليل الدموي عادة
يعني المريضة اللي بيكون عندها قصور كروموزوم نادرا ما تحمل، لكن الحمل غالب ما يكون نادر لدى المريضات المعالجات بالتحال، وذلك بسبب التبدلات الهرمونية، وفي حال حدوثه تكون نسبة بقية الأجنبي حوالي 50%. طبعا من الأمور المهمة أنه قد يصعب تحديد بدء الحمل عند مريضات القصور الكلوي الانتهائي يعني المعالجات بالتحال، وذلك بسبب اضطرابات الدورة وتأخر نمو الجنين وكبر الرحم، ونادر ما يكتشف الحمل بالأشهر الأولى من الحمل. يعني المريضات اللي بيكون عندهم قصور كلوي مزمن وعم يتعالج بالتحال الدموي يعني بالغسيل الكلوي، بيحصل عندهم اضطرابات بالدورة الطمثية، يعني بيتأخر نزول الطمث يجوز كل شهرين أو كل 3 شهور، فبالتالي يعني حتى لو حملي ما راح تعرف حالها انه حامل الا يوصل الحمل لمراحل متقدمه، لانه هي بالاصل متعوده على غياب الطمث، مو مثل النساء الطبيعيات يعني بتفوت الدوره اسبوع او 10 ايام بتروح بتعمل تحليل حمل بتلاقي حالها حامل، لا هاي المريضه بتكون بالاصل هي يعني متعوده على غياب الدوره لمده شهرين او 3 اشهر، فبالتالي ممكن تحمل وما تنتبه على حالها، لذلك نادرا ما يتم تشخيص الحمل بالزايد. في حال انه مريضه موضوعه على التحال وحصل لديها حمل، كيف مندبره؟ التحال 20 ساعه بالاسبوع، يعني تقريبا كل يوم بدك تعمل جلسه غسيل عاده يوم مثلا معين يوم الجمعه او يوم الخميس، وايضا محافظه على قيمه البولي الدموي اقل من 40 ميلي جرام بالديسلتر، تعويض الشوارب والفيتامينات الناقصه طبعا مثل مريضة قصور الكلوي، أيضا بسبب حالة الحمل يجب تعويض الفيتامين د والكالسيوم والفوسفور وغيره، انتبهوا بالإضافة لحمية عالية البروتين، ما بصير ولا نعطيها حمية ناقص البروتين، لأنه بالأصل هي مريضة موضوعة على التحال، ولكن إذا حصل عندها حمل لازم نخليها على حمية عالية بالبروتين 1.5 ل 1.8 غرام على الكيلوغرام يوميا، أيضا زيادة الوزن الجاف للمريضة بمعدل نصف كيلوغرام بالأسبوع في الثلثين الثاني والثالث من الحمل، وايضا علاج فقر الدم بالشكل المناسب، الايروتروبيتين، تعويض حمض الفوليك والحديد والفيتامين بيتو. هلا الحمل لدى مريضات الزرع الكلوي، عاده مريضات بعد زرع الكلي تعود الوظيفه الجنسيه ويتحسن العقم بعد زرع الكلي. بشكل عام وكقاعده المريضات اللي عاملات زرع كلوي يجب منع الحمل حتى لا يحدث الحمل بظروف غير ملائمه. هلا في حال التخطيط لحدوث الحمل يتم عاده بعد مضي سنه على الاقل مع وجود وظيفه كلويه جيده، وايضا عدم حدوث نوبات من الرفض الكلوي او الانتانات. هاي شروط الحمل عند المريضة اللي زرع الكلي، يعني بعد زرع الكلي تعود الدورة منتظمة وتكون الخصوبة شبه طبيعية بعد سنة من الزرع، وبالتالي يسمح للمريضة بالحمل بعد سنة على الأقل إذا كان الكرياتينين طبيعي ولم يحصل لديها نوبات رفض أو التهاب. بالنسبة للأدوية يجب إيقاف دواء الميكوفينولات مورفيتيل أو سيريسيب قبل 12 أسبوع وإعطاء الأزيتوبرين بديل عنه، كما يجب إيقاف الأدوية الأخرى المشوهة مثل السيروليماس قبل 6 أسابيع، وأيضا إيقاف مثبطات الخمير القالبي للأنجيوتنسين ومثبطات أو مضادات مستقبلات الأنجيوتنسين 2. ولهون بيكون وصلنا لنهاية المحاضرة، وفي مجموعة من الأسئلة ممكن تقروها وتطلعوا عليها، إذا في حد عنده سؤال يتفضل. والله يا حكيم وصلنا كثير كمية كبيرة يعني من اللحن ندرسها. طيب بسيطة إن شاء الله، بس عنا في بعض الأمور بالمحاضرة القادمة وهي عبارة عن بعض الأمراض الخلقية بالكلي، يعني مو معقول بكرة أنت تصير طبيب وما بتعرف داء الكلي عديد الكيسات اللي موجود بالكلي أو متلازمة بارتر أو متلازمة جيتلمان أو على الأقل تسمعوا فين، يعني لأنه هذا جزء من أمراض الكلي، فيعني يعني انت اذا ما سمعت فين بالكلي ما راح تسمع فين بحياتك، يعني لانه ممكن يصادفك مريض بكره
عنده كلي عديد الكيسات، ما بدك تعرف شوي الكلي عديد الكيسات، فقط نص بعض الأمراض الخلقية اللي بالكلي، وبعدها إن شاء الله بكون انتهينا من دراسة أمراض الكلي. الله يعطيك العافية. الله يعطيكم. دكتور، ذكرت التدبير ما قبل إنه بين الأسبوع 32 و33 نعطي ديكسا، شو فائدته؟ لإنضاج رئتي الجنين. دكتورة، ما درسوكم بالتوليد؟ عم تدرس النسائيين؟ بالتاميتازون. البيتا ميتازون أو الديكسا ميتازون بنفس المفعول. عادة مثلا إذا كان في حالة إسعافية قبل الأسبوع 37 من الحمل، ونحن بحاجة لإنضاج رئتي الجنين، مثلا إذا مريضة عندها انبثاق أغشي باكر أو حالة ما قبل إرجاج، لكن قبل الأسبوع 37 من الحمل ورئتي الجنين ما ناضجات، عادة بيعطى إما الديكسا ميتازون أو البيتا ميتازون لإنضاج رئتي الجنين. هذا هو الهدف، يعني بتنعطى الدكساميتازون أو البيتاميتازون لمدة 48 أو 72 ساعة، وبعدها يتم إنهاء الحمل. مثل إذا مريضة عندها حالة إسعافية مثل انبثاق أغشي باكر أو إنتان، يعني السائل الأمنيوسي، أو عندها مثلا حالة ما قبل الإرجاج، ولكن الحالة ما هي ملحة كتير فممكن تستنى يومين أو ثلاثة أيام. عادة بيعطوها البيتاميتازون والدكساميتازون وبينتظروا نضج رئتي الجنين وبعدها بيولدوها، لأنه في حال كانت ولد الطفل وكانت رئته ما نضجت، شو بصير عندهم عادة من هذول الأطفال؟ RDS، الـ RDS أو شو بسموه هذا، داء الأغشية الهلامية، مزبوط؟ أغشية الهلامية، أي أغشية الهلامية، داء الأغشية الهيالينية أو داء الأغشية الهلامية، هاي هي يعني يعادل هو الـ ARDS عند يعني المتلازمة العصرة التنفسية عند الخدج أو الوليد. نقص السرفكتان. نعم، بكون عنده نقص بالسرفكتان. نلتقي إن شاء الله بالمحاضرة القادمة، وهي إن شاء الله بتكون المحاضرة الأخيرة. راح أختار فقط